خوتي السلام عليكم، كيفاش اخوتي نخفي قائمه الناس اللي تنتابعهم على تيك توك؟ طريقه سهله، تبعوا معايا. نمشيو لثلاثه تشريطات، نضغطوا على ثلاثه تشريطات بحال هكايا، من بعد نمشي للاعدادات والخصوصيه، تنضغط على الاعدادات والخصوصيه، من بعد تنمشي للخصوصيه، تنضغط على الخصوصيه، ومن بعد تنهبط لتحت، نهبط لتحت بحال هكايا، وتنمشي لقائمه المتابعه. كما تشوفوا راه دايره في الجميع، نضغط على هذا الجميع بحال هكايا، ومن بعد نحولها من الجميع الى انا فقط، وغادي نضغط في هذه الايقونه، هذه نحولها من هذه الايقونه هنا الى هذه الايقونه، نضغط على هذه الايقونه حتى تولي بالاحمر، نضغط عليها بحال هكا. دابا راه ولات غير هذه القائمه ديال المتابعه، نشوفها غير انا فقط. هكذا اخوتي نكون قد اخفيت قائمه المتابعه. باش نتاكدوا نعاودوا نخرجوا بهذا السهم هذا، نعاودوا نخرجوا ونمشيو للحساب ديالي، نمشي لهاد ثلاثه تشريطات ونضغط على ثلاثه تشريطات بحال هكايا، ونمشي للاعدادات والخصوصيه ونضغط على الاعدادات والخصوصيه، من بعد ندير تغيير الحساب، ندير تبديل الحساب، نضغط على تبديل الحساب ونختار هذا الحساب مثلا على سبيل المثال، نضغط عليه نبدل الحساب. ملي بدلت الحساب نمشي للصفحه الرئيسيه، نضغط على الصفحه الرئيسيه ونمشي للبحث هنا، نمشي للبحث هنا ونضغط على الحساب ديالي نبيل تيك دو، نضغط على نبيل تيك دو، نضغط على صورة البروفايل ديالي بحال هكايا. ومن بعد كما تشوفوا انا دابا داخل بحساب اخر، يعني شي واحد بغى يشوف قائمه المتابعه ديالي ما غاديش يبانوا ليه، هانت غادي نضغط بحال هكايا، وكما تشوف قائمه اتابعوا، نعاود نضغط عليها قائمه اتابعوا مخفيه بسبب اعدادات الخصوصيه لهذا الحساب، قائمة أتابعه مخفية، يعني أي واحد بغى يدخل يشوف الناس اللي تنتابعو ما غاديش يبانو ليه. وهذه الطريقة أخوتي باش تخفي قائمة الناس اللي تتابعوهم بسهولة. ما تنساوناش أخوتي من الاشتراك في قناة عالم التكنولوجيا، واللايك، وبارطاجيو الفيديو مع أصدقاء ديالكم باش يستفد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.